باسم الآب والابن والروح القدس، آمين. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. مرقس الفصل 2 من الآية 18-22. قال مرقس البشير: كان تلاميذ يوحنا والفريسيون صائمين، فجاءوا وقالوا ليسوع: لماذا تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسيين يصومون وتلاميذك لا يصومون؟ فقال لهم يسوع: هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا، ولكن ستأتي أيام يكون فيها العريس قد رفع من بينهم، فحينئذ في ذلك اليوم يصومون. لا أحد يضع رقعة جديدة في ثوب بال، وإلا فالجديد يأخذ ملأه من البال فيصير الخرق أسوأ، ولا أحد يضع خمرة جديدة في زقاق عتيقة، وإلا فالخمرة تشق الزقاق فتتلف الخمرة والزقاق معا، بل توضع الخمرة الجديدة في زقاق جديدة. حقا والأمان لجميعكم. الله معكم أخوتي يلي عم نسمع ويلي عم نقبل كلمة الرب. دايما تعودنا أنه بالبداية كلمتين صغار للروح القدس حتى يكون عم يفهمنا الكلمة يلي منسمعها من الكتاب. أيها الروح القدس اجعلني أفهم وأتذكر كلمات يسوع. إخوتي، نحن بيوم الجمعة من أسبوع تجديد البيعة يلي هو الأسبوع الثاني من زمن التأسيس للسنة الليتورجية. كل يوم صرنا عم نعيد ونكرر هدف السنة الليتورجية لحتى ما ننسى اتجاه حياتنا ونهاية مسارنا إلى ما بعد القبر، إلى السماء، لنكون قديسين مع الآب القدوس. انتهينا مبارح من تأملنا بالفصل 10 من إنجيل القديس يوحنا، وصار عنا صورة واضحة عن يسوع يلي هو المسيح ابن الله الحي، مثل ما أعلنوا بطرس وبكشف ووحي من الآب السماوي بقيصرية فيليبوس بأحد تقديس البيعة. وكمان يسوع أعلن عن ذاته يوم أحد تجديد البيعة أنه هو المسيح المنتظر والوحيد يلي قادر يكشف لنا عن صورة الله ويلي قادرين نوثق فيه حتى يقودنا للآب لنعيش معه إلى الأبد، لأنه هو ابن الله. عرفنا خلال الأيام الماضية أنه يسوع هو باب الخراف والراعي الصالح، ويلي بتجتمع فيه صفات المسيح الأربعة. أولاً هو من جوهر الله، يعني عنده صوت الله ومعرفة الله. ثانياً عنده مشروع الله الخلاصي لإعطاء الحياة الأبدية، أنا جيت لتكون لهم الحياة وتكون بملأة. ثالثاً هو يلي بيعمل عمل الله الراعي الصالح، يلي بيضحي من أجل الخراف، بيعرف حاجاتهم وبيعمل على جمع كلهم سوا برعية واحدة. وأخيراً هو عنده سلطان الله على إعطاء الحياة، لأنه عنده الحياة بذاته، عطاء بلا حدود وحب بلا شروط. وهيك صار فينا نقدر نتبع المسيح بكل فئة، لأن احنا هلا عارفين بمين آمنا. ويلي بنبنى على الصخر أبواب الجحيم ما بتقوى عليه. صرنا هلا باليومين الأخيرين قبل انطلاقة أبواء الملائكة يلي بدها تعلن ملء الزمن لتحقيق مشروع الله الخلاصي لبني البشر. هي صفارة انطلاقة رئيس الملائكة جبرائيل لأرض البشر حتى يبشر خادم العهد القديم
زكريا الكاهن ببشارة لإله وللشعب كله. الله الحنان اتحنن على شعبه ورح يلتزم معهم بعهد جديد أبدي. شو هو جديد العهد الجديد؟ الجديد بالعهد الجديد إنه منه استمرارية للقديم، مثل ما سمعنا اليوم بالإنجيل: لا أحد يضع رقعة جديدة في ثوب بال. يعني هو منه ترقيع للعهد القديم، هو جديد قلبا وقالبا، جوهرا وطريقة. بالجوهر هو بطل عهد بين الله وشعب، بين سيد وعبيد بده يحررهم من العبودية ويمشي معهم حتى يورثوا أرض الميعاد، مثل ما بيقلنا بسفر اللاويين: أسير معكم، أسير بينكم، وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا. لكن هو عهد بين آب وأبنائه: لا أدعوكم بعد عبيدا بل أحباء، بيوحنا 15:15. هو يلي عم يحضر لهم مكان بمنازله السماوية حتى يورثوا أورشليم السماوية، بيوحنا 14. والطريقة كمان جديدة. بالقديم حتى ربنا يقيم العهد القديم اختار موسى حتى يخرج الشعب من بين إيدين المصريين إلى أرض رحبة بتدر لبن وعسل، وختم هالعهد برش دم الحملان. نسمع بسفر الخروج 24: هذا هو دم العهد الذي عاهدتكم الرب به على جميع هذه الأقوال. أما بالعهد الجديد فكانت الطريقة: أرسل الله ابنه الوحيد ليخلص أولاده من خطاياهم ويخرجهم إلى الفرح الأبدي، وختم العهد بدم حمل الله. هذه الكأس هي للعهد الجديد بدمي الذي يسفك من أجلكم. إخوتي، خلونا نتأمل بهالفكرة الحلوة. من 2000 سنة صار في عهد جديد وضجت الدنيا كلها سوا فيه، وراح كرماله ألوف من الشهداء. لكن مع الأسف بعد في ناس ماشيين على القديم وكل همهم ما يخالفوا وصايا موسى: يا أبونا أنا لا بقتل ولا بسرق ولا بزني. وين نحن من وصية العهد الجديد: حبوا بعضكم مثل ما أنا حبيتكم؟ في ناس بعدها مسترخصي حالة وغيرة، والمشاكل والخطايا عندها بتنحل بشوية مصاري وتقادم. خلونا نحن يلي منعرف الحقيقة نرفع راسنا ونعلن: نحن ولاد الله وغاليين كتير بعينه، ندفع حق خلاصنا دم ابن الله الثمين على الصليب. وبكرة منلتقي، بستودعكم سلام الرب يسوع.